قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، ومالكي سدحات ندودي سدحات متمركي تضوي لواتنات حقاقة سنك كان إله يقدري إن أكدع هلكا يتبوري مقره الرسمي وحامله وجودا بي لودي مع الموت إلا صلى في أن علماء إيو دمان ولا لها حضور كا شرفت له رقي الضمر با يري وين با وحن وذ وذاقني تلا إسلافسي يرأي وذاق كوصة لإسناء بربركة كي ماذا قريهن إيو وحماشة كرتي موحي لغي يلي لها رنتي عضادك إني كسر بحي آرادة كيني سين أدب يقر حفظناين وحنا كنت حفظا إني علم وضحكو دول لسان وأفكارتات كنتين وأفكار حكولة هاي وكترجميسة إن قريوه أي داخل كك جبانيا لنا ربه إن مركا دمدمس كي سيدا قول نقصيها بضل انتو تغو مركا أو بيه كدو سيريو هذا بولي إنه موضيع إن كبح لكن قد بحا كجري موضوع الرئيسي الطلاق يوحا كجري والآثار الآثار السيئة السلبية المترتبة عليه رادات كحون حن كدا لنا لو روح مركا كلا تغان محاميش كدا لنا أولاد الضياع ميسا قلوب باك لهجرون إيسا حدد با وجه سلطة طبية نباتوين فربما ما شك إيماني قضى المركة رنتي كل منا كرا وحيرينا ليله لله موضوع شلي سعودي حيرينا لله دائرتا إيو أو اللي معنا دائرتا قيب حاجرة هل كا قسو قبتي فرح كاقسو قبتي ددوان اللعان كريبا جرة أما هاد انتين أما ضيع حكي ماضو موضوع اسمه نوجد بدون نبي إذن الله سبحانه وتعالى وعن أنت عن موضوع لوجد بن عن علماء ويدين لها لو دقيقة قضاء أو فرفوريتانا لو دقيقة هذا أعني بها literally حرفيا لو دقيقة وي مركة لو دقيقة وحرة إن لا فرفورين كسر وقت أوري لكن علماء مركة سؤالها هي ماذا بنسين دون نبي إذن الله سبحانه وتعالى وعن كبر الله بمنك تيدي شيخ يوسف فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تسقوا أويرية رجالا ونساء رقية طمر قفكس وإيمان له علاذا إيا صببتنا مارتي ويرتك إلهي وكل سيئة إيمان كاس قفك الله يهلو الله ما يسمى يمان تقيا مضى أي إلهي أمر يا جل وعلا قفك إنه نفتي سبت باديو قريجيسي هيركيسي أو بت باديو آياته معناه ذو أدبو يعني حلدري هاي لفظي قال لي هذا الوقاية اللغة العربية القرآن كذلك سدقو من الوقاية لك يعني ودفاع يا إلى الوقاية وقاية واحد لعراه لبكون توصل دعكور وعلى هذا الوقاية خير من العلاج يعني أساسك وحل جدا ويا هي معها المشكلة ذو مركي لعراه لكن واحد ربع مشكلة ده أنت يصدق إن لا أدرسه أو لأجاده لقسيه هرتقه. إن إله سبحانه وتعالى آيات دوحه وكب الله باي إيمانك. علاجك إيه داود واحد لقود داويه لما أنت وحوي وإيمانك وياه واحد داود أخون تعاهد. صدق قال إله وكب الله باي أنفسكم بكب الله باي. كو هرت النفتي نبت بادية. سمارو حيرادان لبقى ونسمع قاضه. هدي قفك مارت وحبت بادنا يلفتي جيسو أو صو حبهاين وحما بحيه. وفاقد الشيء لا يعطيه قف عن وحبهن وحبهم بحيو المركز السادس درت هذا عيد وحي كلوت المام يسا قف وحبت بعدين إياه لفتجي سؤيره مارتي قف بعد سنة وياه أما قف حقبان كريه وياه أفراد عيد وحي المام يسا مشكلة أقوينه إنسان قبصته إلا دون يو إن شهد جاي أود الله صاره إذا تهيمان تقيام هذا يسا النار لوجب بعد لها
maxay yeelay qofku adduunyada haddii dhaadhac kasta iyo dhib kasta ku yimaado laakiin alla xiriirka uu leeyahay iyo iimaanka uu ku dhinto waa ka kabanayaa wax kasta dhammaantood waa ka kabanayaa laakiin maalintii uu naar galo uu maartay ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaama cala dalika huwa alkhusraan lmubiin marti waxaan kusii gudbayay haddana sharxan maxamed degrite بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أنا إن شاء الله تعالى كأي يدنع مركاي نقطة أولاد اليوم إلى ليت سودا اليوم إن شاء الله تعالى تصار نقطة مركاي نقطة يوالد هذين النهاي وحال مركا كارفود السنة هذا أسفيرنس وحال غيابا ليس كفر بدلك إنه سسارمو محمد هذا ليس إلهي سبحانه وتعالى بمسئوين السارم إلى القرآن كقصص أيها النبوشة لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب القرآن كالله سبحانه وتعالى وكل سورة آيات سيئة ضبع سوى سورة يوسف وحلقية ما أدقه والدة عندما نقوم بذلك النهاية أما وحلقية ما أنت عنام بسوق بنينا وحلقية معي أبو هويوي وحوي قابس فربذن باتشنا واحد وحلقية كريس أدقه والدة وأن قابل ودلالي إن هدنا أولادي أي وحكي ماذا وحياه إلهي سبحانه وتعالى من قصص كان أبو الشيخ القرآن وحكمنا إلى كل عبادة أعظم إن كان نبي الله يعقوب عليه السلام يوسف أبيه تربية أولادي ميانو كصبح أسوى التربية لي أيها الدنا وحين أرقنا أولادي تبكى منا إن الولاد كود وير أي قد تريد وحلقة يا معروفة يقول الله من كم من أولادك قد تريد ما ضركت ولما ضرشان قف سويد جويت أولادك حي قد تريد بيرو عرق ما ينعرق أم عرق إلهي سبحانه وتعالى أهلتها سوفي نوبة الماما يا إلهي سوتكلتها يا إيه والد الدذالي إن محاق إلى ذلك بأي كرس نبي الله يلوك كسيسي والله يلوشك عبد ذلك وآهد روح الله يلوشك وانتي تدك اللقاء قيري إنك يسيسي مجال بوربا بوربا فوليا تدك اللقاء قيري وكمدها فركو حقا بين والدي تعكو إلى هذا فاتقوا الله ما استطعت انت الهي او ذاك بقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Do not overburden yourselves. Do your best and leave the rest to Allah سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل كسر سكوت يا الله ودي تقرأ تقول سكر سكوت درس دار الله. جزاك الله يا شيخ أبو طلحة. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد. هذه كاهر مران لوقف أو إن أنا كا أفتهنسن كان أقوم مثلا ميل أباري كاغتك وحان ليه لها مقدمة كوبان إلا بدا دقيقة وحان كدر سنهيا إن أن دعاء قدمه دعاء هرت وصلاح المؤمن قفك مؤمن كأهوكي سوي مركة هرأي القوسين إنو عرور دوني إنو إن أن إله نصيه أن هرت الدعاء بدين وهنالك دعاء زكريا رب أم بيده ضر وضع أقرده مذول بإله مبريا قعمها نؤتى جنهيا أسبوا كطل بي أولاد ونكسر وطيب إله نسيم هرت الدعاء أم بدين حتى إن جق الله عبان الدعاء أم بدين حتى إن دوني إن الدعاء أم بدين حتى هبين كأن رجين إن يؤر جلان ويعلاش جلان دعاء خاص لوق ديبه أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول ديوي والمركة دون إنسان إن هذا حلال سميسان وإنت أسوء إلهي أولاد إنسية دعاء سألين قول دي خير كذا وضعت شرنا إجابة إنسا أقريا مركة هذه النقطة مركة كولاد وقوش اللي تغيو هذه النقطة طلب كأولاد أن طلب إلا ونفسن هذه النقطة إن أن هذه الحرافان إن أن يقلعان إن دعاء بضنه وحال لها يوم برانوشين هيا موضوع الدعاء كؤا دن دائرت يا عرورت أيغو الله شيء إيا أيغو نلانين أيغو هنوصن إيا أيغو هنوصنين انتبا وحال لها وقضت آد أوين أنوعا وين هيا وناقع أن هدبتش على الله والله أعلم جزاك الله خيرا حاطوهم بيسي من معرفة سكنس إلى سبحانه وتعالى كابا المريض وحاموسي قد بين نبيدين الله سبحانه وتعالى موضوعي إن السوقي مانتا عن أي مدى شروطي
أقول تنتهي لحيرية طبعا قد بضع عن إير موجيو كو يا مسؤول كاه ضيع أولاده سيدل له الكرا والدين إسكو أرنتير بربر تاجين أولاده قد قصد حاجة في يهدي لكلا تقوم سيدل له إلى الكرا ضمير كأولاده سيدل له الكرا قدي إسكو أرنتير وقوما مشاكل كان قوشش في مدرسة الله حليلنا قضى قضى إنها إنك أدركتان إن المهمة لقدتني والمقدري كرا لكن مرة مركة لو حان كسوع إلينا يا هذا لك إن لصوك قابيو كو موضوع شالة لقاها اللي إنا اللي سوع إلين ويحي ولا الكاء وشاك إنا دان ديب أقول لابانين موضوعا إنا لقبحين ويحي سؤالة فقية هنا بالريبا بلانتا سؤيتها إن شاء الله سبحانه وتعالى محرم أركت هذا محرك له يوحي علماء كله إلى هاي أما أليك هذا أركت هذا بور له ماشي لا إيمان كرا دتنا في أيدين كرا مكروفك منفورة يا ليلي سفير سبال لي هاي قبلها نكوهر مريم مادام شالي ليش يقدم بيه أما رجع يقدم بيه بارك الله فيكم سيقول نقصيها بضا ولا لهم أمر كهو قد بيه إن شاء الله بضا بضا لقاها الله يوامي حي يا مسؤول كأه ضيع أولاد قضب كاسر هادو كهل لنا إيو سيد الله هيلي لها والدين إسكو أراكتية أولاد بربر تاغن أو ضمير كودان سيد الله إلى دينكرا سيد حدا قضب مربع لإسلقا ذكرا إيو قنبار رقرقين إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني أنت طبعاً مركز سانة وكلا هذا القوس عضو أنت هذا الكسي يعني سي وضع أما قفل كلا سيد لقيسين كالك عن تتاقم قرار مكا هجي بارك الله فيكم سي وقتنا مقفى إيسان إن شاء الله فدان حقا الطيار لقاهين هل سوكت بي إن شاء الله مركز القوس الله رمضان وقت وين كذا عايو حنقصو قد بي حاجة يرجع ونيوس الله من ضنا إن شاء الله سبحانه وتعالى وحنزل لي هاي دمرك يجوا حي قاضيان رجع مركي استقاجيان بهربنا ودش خلا دعان مرك بلايدكم بالله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركات واحد لي سؤال شيء يا كم سؤال أرين كان دعي أنت بضم واحد لورن كرا والدك يا كم سؤال وحنا يوجد مسؤولين وحنا ندقنا هاي مال قرباء مال أودن كيني هين إن فاميلا بدن واحد شراء أو كلا قرآن رون تما كلا شيءه وأنا ودي دقنين وبدنا سودا ليه تاسي واحد كيني سأين وبد كيمشي كبحو إن غير كي العك فكران إن أنين كنا جوري جونير ليه هاي ناكتنا جوري جونير ليه هاي مرك واحد ويان ضد مسلم وينو نهاي دين بينو لنا نهاي وحليل قال كديل قرتي سنسي إن لقدك القيامين رنتي معها مدام علمته ضد ضني دقيسنيا وحنا ورناها ثم أرشيت لقها الله ودرك الله تشريه أولي هذا إلهي على قبقو تكلا واحد ويان دلنيرت الكورس نسا دلنيرت يجو أو هيركو دي باي أوجهين سيد هو يودي أبوه ديهين أو آن محاه ذي إن تربية في عنصو قاضنين أيها الناس قرسانيا هادو والاسكو حناقيا ريرتساسكو بابايا إنت آن الناس قرسانين لابد قفاس جعل وحاو ناسر رونت إن لو ديري لها كورش سيدي يعني هي عروت أوبادك لو كورين لها مركو قفو قران أيو مسؤول قاضي كريو وحكورين كريو أيها بو وحناقوان كرا أوبادنو كورين كرا مدى حويني شيخ ماندك هالينا ونقون كرا inta badan waa ragu inay reerka dhaqan weeyaan ilaahayna iyo xaqqa diintana loo noqdo qofku hadaanu diin garaneynin runtii waxa weeyaan marka la caroodo in saddexda talaaqood baad iga tahay guriga ka bax guriga hooyada tag waa waxa sa dhacaya waxa wanaagsan inaynu ilaahay ka baqarno qurbeynu joogna ubadbeen soo koreenina in ubadkeena aynu ka fikirno future ka wada insha Allah oo sidoo sheekh qashay بارك الله فيك إن شاء الله وأن فكرك والمرهدي ووصلت الفكرة أيتها إن شاء الله ضدك لا يوسك بيننا لكن قضب كان مقعي لماذا شيء رنهانتي وانجعل الله مقعي إلى المقلوب قضب كان ملالك وكدواجيه وقضب مهيم انت حتى
annadada isu soo diyaarin inay telefoonaha soo dhacay waraaqaha meelaha ku qoran waa ay jiraan waxa ugu weyn ay hooyooyinka soomaaliyeed ay ka cabanayaan waa waxaan leeyahay sebrationka oo ay leeyihiin waxa ugu waan ragga oo leh maadaama dhaqaalaha inshorti uu ku jiro ama ugu filay oo tuu khasbanta iyo waxa hadalka ah mawduuca isaga ah wuxuu keenay kala fogaansha wuxuu keenay ogolaado inay dayacanto waxay ka mid wuxuu ka mid yahay qodobada muhiimka ah ee la rabo dabcan ilaa in markaa la iftiimiyo shaqo tal الحمد لله انت ان دغلين ودمدان حان اسلاها اي وخي كهريي 2005 اي وخي كسي هريي او انت ودمدان لا سو غلاي كلا دغلانتا وها انت بدن كو ممانا او كو اوردي جيري او لغا علعلين جيري او لغا كري واي جيري دومرك محايه لي عروره بدن با لا دلدلاي walla is khilaafay markii wax la isku qabto gabadho inay ma taqaana gooni u tagto oo gaala u gasho oo gooni loo dajiyo dhaqaale badan bay ku heli jirtay arurti markay way weynadeen wadamadan dhaqaalahoodina uu yaraaday odayaashina ay xirro ka soo wada baxday waxaa hadda dalbada gooni u dega raga markaa wuxuu rabaa ninku markuu gooni u degayo arurti iska waa weynado oo lacag lagu ma qaatee wuxuu doonayaa inuu Soomaali tago islaam soo guursado saadaraadeed wuxuu leeyahay waa in aanu gooni u daga gooni waa inaan ahaada Soomaali u tagaya gabadh yar oo todoba jir oo dhakab ka siinaya wabillahi tawfiq arinta noocan oo ay gabdhuhu waaga hore dalban jireen hadda markay carruurtu waa weynadaan islaamii baa la warrago nala jooga oo hanaga tagina marka dhuwaan neef la cararay markaad ka daba oradood gaari weydo soo dhibaato maaha waxaan leeyahay labada marxalada horta la maray intaan ka warqaban hadda sanbareedka goori wax u dalbado waa ranga dumar kuna waayay hore lacagaha badan la qaadan jiray bay ahaayeen arrimaha noocan ah khiyaanada dawladeedna way ku jirtaa sharcana muslimiin baan u nahay in ilaahay laga baqana waa qodob labo waxaa ku dayacmaya caruurteena ayaanu beenta baraynaa oo kala deganaanshaha baraynaa oo waxay noqon nin weyn oo akhyaara inuu habeen barki soo dhuunto kelihiisana kabadhka ku xadeeyo ragba intii albaabka laga soo galay dirishada ka buuday macalla dawladdi baa raadinaysa markuu shaqo dhin maqalib uu ka jabay oo ka booday ma taqaana dirishada waxaan leeyahay marka arrinkaasi war dhaqaale meel laguma gaaro adduunyadani مالي وللدنيا وليس ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست انا لها ولست بميال اليها ولا الى رئاستها نتنا وقبحا لحالها هي الدار دار الهم والغم والعنا سريع تقضيها قريب زوالها وهو ما الحياه الدنيا الا متاع الغرور الدنيا ما من لغا تغيو قيمه بدن مال اخر اصلا labadiina ishaysta hal guri wada deganaada ninku ha shaqeeyo gabadhuna ilmaha ha tarbiyeyso ilaahayna ha laga xishoodo subxaana wa tacaala burburkana waxa ugu weyn iyo tarbiya xumada waa kala deganaanshaha wallahu aclam wadaa suucad yahay insha allah waxaan umaleynaya in gabdhuna isdiyaariyeen ku soo dhawaada haddii kale waa gudbinayna bismillah magac yaan lahaynay koo talabaad hadalka ha koobnaado yaani muhaadara kale isku bedelay maxay culimadii baa lacuna qabatay oo li laba daqiiqo ka badan ma hadli kartaan haddii qof kale muhaadara noo jeediyo waa dib kale iyadana bismillah magacaygu waa axmed cali xasan waxaan ahay maaragtay dadka laga hadlayo mashruucada haysta waalidaha ahaadeen ama caruurta ahaadeen marka hadii la yiriya ka mas'uula iyo sidee loo xalin karaa labadaas ma ka qabtay insha Allah bidaal kariim marka waxa la tahay mas'uuliyadu waxay saaran tahay dadka oo dhan bay saaran tahay dadka qaarna waa mas'uuliyadu dad gudanaya oo u soo jeeda tabartoro inta ay toonta hagaysay tawfiiq la ilaahay baahay dadna waa dad mas'uuliyadu ka jaban tahay oo waxyaala kale u jeeda marka waxay la tahay in la isugu tago meeshii ka jaban tahay in la isugu tago culimada iyo caamaduba intii darisa oo meel wada joogtaa inay ka warqabaan waayo waxa weeye halka cunugan uu caruurtanaada ugu dhex jiraa waayo shaqadeeda macalin ah
iskuulada ka hawlgala dugsiyadana waa tagaayo qaar baa in joogaan marka khayrallaasi maalda raas oo saas ku tabeel looga hadlayba waxa la yiri gabdhaha iyo wiilasha keeba ku fiican barashada iyo akhraada markaas waxa ay gabdhaha ku wanaagsan marka waxa ay dadii gabdhu ka wanaagsan yihiin wiilasha hooyooyin kuna abiyaasha ku wanaagsan yihiin waayo waxa dhacaysa inay markasta ay kula kulanto hooyo walwalaysa xorta walwalaysa marka waxaan oran lahaa gabdhaha carruurta lagu tago oo ragga iyo gabdhuhu ha wada shaqeeyeen mas-uuliyaddana hala wada qaato baan oran lahaa xalku waxa ila tahay inuu ku jiro haddii wax laysla qabto oo dadku wada baraarugsan yahay inuu xal fiican soo baxayo baan filayaa haddii berigii hore arrintan hadda laga hadlay oo sheekhu ka hadlay ay gabdhuhu intay maaragtay hagbadii gacanta ku hayoon ay gurigii dhiseen markii ay dhaqmaadii ka baxdo caruurtii qaangaareen oo jaamacada iskuul ka baxeen ay tiri adag waxba ma lihid inuu gabar guursado meel cidlaanta waxa dawga tusaya taasna waxa weeye sheekh dalxayaan maaragtay arrintiisii yara daba socda falilah alxamdulilaahi ana soo ururiyo waxaa jirta dhibaato ka weyn oo markaa caruurtii bannaanka ku haysata marka taasaan rabay inaa yar iftiimiyo caruurtii iyagaa bannaanka isugu baxay markaas waxay bilaabeen hadda inay isdilaan oo maalin walba afar baa dhimanaysa ama shan baa dhimanaysa dhibka waxaa keenana waa hal qof oo keligiis marka waxaan oran lahaa caruurtu meesha ay jido hana ogaado vandrin baanu samaynay dad habeenkii wareega xataa qaar baa la shaqaaleeyey afar toddoba shan baa laga shaqaaleeyey xaafaddii laga shaqaaleeyey socda waa laga raystay dukaamadii oo yidhi waxaa nagu dhacaya xaafadda ahaa waxaa la yidhaahdo baqdinaan baqayno baa kuundigii naga yaraaday baa xataa joraalba ay ku soo qoleen kuundigii inuu fiicnaaday oo markii bandarin la sameeyey dad habeenkiis naad bandarin baa layidhaha baan raaho markii la sameeyey waxaa la yidhi yacni waxay noqotay wax wanaagsan bay noqotay waxaa kasoo baxay marka waxaan oran lahaa laysugu tago jazaaka allahu khayran walaal axmed talooyin aad iyo aad u qurux badan buu keenay waaqic taaganna uu ka hadlay runtii isagu su-aal ma keenin laakiin talow keenay waana muhiim talooyinka uu sheegay inkastoo uu sheekh abu dalxa uu ku raacay fekerkii ahaa qofka hadduu oday gutu gaar u dego barnaamijku waa la duubay isugu haddii xajidu kala socotana layhina يا كلا برنامج يا اوغد بيا بسم الله جلال مركه قبل حتى دياريه ان شاء الله اوغد بيا waxaad xaqa inuu culays badan uu ka jiro la daahayo gacmahana waa la taagaya ama mikrofonada ka gaarsiiya haddii kale inta diyaarkaad dafi doonta intay iska diyaarinayaan qof kale aan kasii gaarsiinayna waqtigiisa loo bismillah sheekh aniga magacayga waxaa la yidhahdaa mawliid kolay anigu hal masalo oo mataqaanaa baan ka hadlaya oo ah see ilmaha loo wada korsada iyadoo la kala tegay kolley waxaa fiican aan oran lahaa labada waalid hadday kala tagaan in aan ilmaha hub laga dhigan nin odaya baan arkay islaantiisii markay kala tegayeen buu wuxuu ku yihi walaale ilmaha wanaag baan kaaga sheegayaa waxaan wanaagaan hayga sheegay sidii bay ku wada dhaqmeen way weynaadeen ilmihii oo koray adugu labaatan sano ka bacdi buu erigii xasuusiyay iyadoo way hilmaantay waxay tihi ilaah bay iga tahay inaana garanayn ilmihiina ilaahay waa u kariyay wanaagna way ku dhammaysteen raggana waxaa laga rabaa haddii gabadh aa kala tagtaan oo iscalfan weysaan hadday cid kala guursato ilmaha caanahooda loo socdaa ha ku mashquulina danta guud ku mashquulo ilmaha saad u korsan lahayd ku dadaal konflictiga iyo dhibaatadana guriga ka daakale gabadhaas hadday calaf raadsatay marka ducadana in la badiyaa miyim asalaamu calaykum baraka allah fiik abu abdallah fakerkiisu runtii aad buu qurux badan yahay sida sheekh yuusuf shalay noo sheegay talaaq marbuu xal noqdo nusuustana runtii ay caddaysay way dhici kartaa in la kala tago laakiin walaa tansaw alfada baynakum qofkii inuu qumbulad meeshii uu kaga taga maaha inuu fakero wey waxaa kaloo ogaataa ninkan hadduu dhaqaaqo inuu guursan doono gabadhu inuu ogaato
odaygu inuu ogaado inuu gabadhan ay guursan doonto badana waxa dhacda marka la kala tago ninkii intii uu guriga u joogay wax wanaaga lagama hayay markuu maqlay gabadhii baa guursatay van weyn buu soo galay meel uu keenay kaal sheegay ciyaalkuu sii wadaa wuu soo wadaa habeenkuu keenaya mcdonald buu keenaya isagii waa taagay ilaa odaygii dambe intuu ka xanaaqay guriga ka ordo marka marka hore wanaaga kan isniinnimadan waxaa lagaa rabaa guriga intaada ka bixin ka hor laakiin mar gabadhan oo ismeelaysay haddana ninkii kale aada markaa aada bareys ku racdid iyadoo khatarteeda marka la leeday waxaanu ku bedelnaa shaabu dalxa kelimad tfadal waa un qiso runtii waaqica oo aan la kulmay nin baa xaaskiisii waxay ka weyday war asbuucii halkii asbuucba hal saacna sii hadda waa halkii asbuuc hal saacna sii sheekha warkiisaan ku kabayaa waqti idinma haya buu yidhi tagsi buu saaran yahay wuu seexanayaa wuu shaqaynayaa waniyowna sii gabadhii markii adkaysan weyday ayay tidhi haddaba ifasax mar haddaad ila qayb kelin calaa kulli xaal wiilka gabadhii markuu furay ayay maxaliga gabadhii bid tiri oo guurkii aanaan u bixiyey guurka aargoosiga guurka noocay magacyo badan buu leeyahay guurkii aargoosigay dhab tiri oo nin bay dhakab isku soo siisay walacbay dhinac oo la dhacday dib bay u soo noqotay waana dumarka markay walacaan ku xanuunsada walaca ninkii wuxuu jiraa waddankii lama sheegayo kii shalay halka saac siin waayey reerka ayaa waxaa ku soo baxsaday islaantii oo walac oo isbitaalka taalla horta inuu cunto u geeyo caruurtina subixii uu qureec intuu u sameeyo iskuulka geeyo kadibna ka soo celiyo shaqadiina uu galo marka dambe wuxuu yidhi waxaa la yaab la weyday hal saac baan siin kari waayey haddana islaam walac oo ilmo aanu aan lahayn baan hadda korinayaa buu yidhi oo ilmo kalaan ku soo daray war arrinkan ha laygala taliyo waa fahanteen baan umaray wasalat alfikra weli waxaa iska leh mar kale ku soo laabanaysa ma maanta isfraag may ku jiraan mudaaharaad miyaa jira bal ku soo dhawaad mikrofonka laga gaarsiiyey gacanta xaggaasa laga tagay mikrofon gudbiy baraka allah hadda qof diyaara ma malayna salaam alaykum salaam martida sharafta laga soo qayb gashay topika taasi hidaaya ka dhawaajiyay sheekha khayr allah siiyo oo ahaa yaanka mas-uula dayacaada ubadka aabooyinka mase hoyooyinka aniga waa dumar maxa la dhehe waxaan dhihi lahaa aabooyinka sababta waxay tahay waqti waxaa jirta xaafada aanin ku soo koro waxaa ku noolay sideed haween talagu yar waxay haysataa shan cunug hal aabo xaafadas lagama yaqaano ilmaha ciid amra isku dhex maraya wadigeen aabo maana arkin aabahe alaa ka dhigo kuwa kale alaa ka dhigo maana arkin like hal aabo bisaa dhintay toddobada kale intee aadin lama yaqaano hooyooyinkaasa caanay gadaan yaayay gadaan wax walbay gadaan ilmuhooda kasoo koriyey marka waxaa dhihi lahaa aabooyinka inta hadda ubad yar ay haysato boorka ha iska difaan dhiiqada ha ka dhex baxaan aabooyin ha noqdaan hawa istaagaan ubadkooda todobadan aabo ila waaye ma lahuba horta inay nool yihiin halaska hobi ha gabadha waxaan weydiinayaa aabbayaal haddayna joogin caruurtaan isdhex yaacaysa yaa dhalay haddaba raggay ag taagan tahay dhiiqaa ku jirtaan baa la yidhi ka baxa bal sida loogaga bixi lahaa insha allah linkaga fadhiya baaraka allah fikum hay waxaa iska leh raggaa iska leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan rabaa inaan ka hadlo masaale yaroo ka yara duwan oona laga hadlo shalay iyo maantaba masaaladaas waxaa waaye yurubaan ku nool nahay waxaa dhaceysa owlaada in la qaato sabab walba ha lagu qaato hooyadii iyo aabihiina isku jehe ka noqon waayeen sababtii ilmaha lagu qaatay malihi aabaha khaldan ama hooyadaa khaldan waxa ay hooseetay reerkii inuu burburo labadii qofkay kala tagaa ilmihii
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلهي توفيق الله نوافجيو مثل هذا عرور تقال شدو ذائيو ريارك إلا قلو وريقو عرور تا أساسك وحاوها ظروفه اسكتش رد ديغانك مركا لغا صوف تقو واردك وان قرانين سيستم كي النظام كوضك كتش ومهم لبدا وارد ان يقرانا ايان اما بلشيدة بلغا وعي قليو ان مارتاي وحيالها لغا رابا قرافك لغا رابا قفك واردك احوضك قانون بولي هاي مرح لغا سوق قلي كرايو وحاجرا كوشش لقبتو اما دوروين لبرو واردك مالها لغا ايمان كرايو سودان ادب بدايهن عرورت اللقاتو اما مسلمين هلقاتو مددكر هلقاتو adi waridku oo kasoo bixi waayo sidii loogu talagalay arurta loo koriyo raatiga hayd bileen arurtu ma taqaan ku qorayo in laga badbaadiyo waadacda in qof xaasidi soo galo waadacda in han leegara xumiyi maado waadacda masuul yani qofka ka noqdo in iskuulka macallin xumi ka gudbiyo wax propaganda beena waadacda laakiin waxa ogaata aasaas nidaam iyo qaanun ba ka jira wadada أي هبون تاي واردكو إن أي أوغادان واحد عكرا شيء بسيط جدا واردكو انتو هوت وقريو كوركو أوحيرو عروطة إن هو يدو اسكادو حفلة أروس اسكادو أبوهنا مارت ملكة لأسكاشر اسكبحو لأوغادو عروطي وأن مندق أهنو قانقار أهن قريو كلقود إن يجوغان كورنا أوحيري عروطي نسكول كي بريكا الشيغان een inay maarta macallinkii wax u sheegan arurtu iska hadlaano ma garan karaan wax ka dhalanaya admin wadoqti nidaam adag ba ka dhalan waxaan leeyahay marka labada waarid marka hore waa inay ka taxadaraan inaysan gaarinin in maarta arurtooda la qaato qaanun ahaan iyo nidaam ahaan arinta labaad arinta bakay dhacdo arintaas oo inay arkaan khatar ku jiraan waxa loo baahan yahay labada waarid inay isku meel ka soo jeestaan oo arurta si u badbaadsan lahaayeen kan nidaam ahaan ka qaanun ahaan يعني لا يفل الحديد إلا الحديد قنيو قنية كافو كذا هدي أي لبك جوي ماذا لبك وحلا ويديا هسيدك وبح لها يا ذاك النظام كقانون كي قانا لما يبرو اسكم بدأ هنا يمارتي لبك سوء وبح لها يا لكن ولا لك سيد أول شيء جاي هدي دعوة مركزي لما دي وارد أي كلف كران مثل ما تذكر أول هذا ميهم هذا مسؤول كأبلا يدبع هرت وهذا قرا كتورة سي هذا المارتي أنا جا المار لبك يسوع قارن dadka markay la baarayaan waxaan ku ogaa social kuwan la yiraahdo markay baarayaan laba waraad inay kala shukaamiyaan gabadha loo tagaa leeyahay horta adigu waad fiican tahay ninka mushkilad waa ninka hadaad ninkan iska furtid oo ma garanaysaa for beauty sidid oo meeshan ka saarto ka tuurtid waxaa suurtagal carruurta inaan ku badbaadiyo hooyo fiican baa tahay aabbahana sidoo kale loo tagayaa war mushkilad waxay ka taagan tahay haweentaada haween fiican ma aha adigu waxaad samaysaa ka takhallus ما قرنا إذا هو أنت كتخلو صرت الشيطان كان طبيعي جيس وما عصته فلما ترى الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منك إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك مركو قلي يوم ما عرف كذا ما يعرفوا كذا مرة أيوة دي بتبكى على قرطة بكر الشيطان الإنس يقولنا حيلته استعماله كمت مركي مارتي لبدا بيرو الله تكسو فيه لأن سيسدوا نحب بليه وحبان بيقبان كرام مركي مارت إسحاقستان لما الوارد مك ماشى إلا كلا دلو أي لعبة حقيقة أنت الوارد مكري أذ وأذك إنه لما الوارد شو دبع ويان ومركز وكلا واحد لعكر سجيم قانون بلا استعماله يعني لكن لما الوارد فهم ويان جيم كقانون يلا استعماله يعني حيلا ضبط باشروا وباهن إن الجيم كفهم كريج أبغى أصعنا يعني وحن لا يهاي مشكلة سوى مشكلة لعبة أو جبتة ولا بوكش كينا يو أنا نقف فوقي حقيقة كيسس ما أرد أنا نقف فوقي ويان كيس كم هذا ودان في الكهل لما يو إن ما أرد وحيا له أن دعينا وحيا له ريالتي أو دعينا يستوي يعني ربنا هاي
برك وحكو أنا وأران الله هاي ومسألة دي ما أنت قدر أنك هل ليني شركة هرانا قصة أبسنات ما أنت قصة أبسنات والوقع دي يشي على أفكي سجود بيو ولا تنسوا الفضل بينكم لبدا وارد إنا إحترامان مول كود أو نغض عرمت سيلو بدبالي لها أي نغضتو سيدي لوغة سوى صار إلا هاي التربية ما أنت كالي عرمت ليقاتان وحنا أمسنا لبدا وارد منه في كسو جيتان قانون أود بوية لنيا وين أودي كريت دونا عروت ودي دي بسوي عشرة لكن معرض مكمل كمعركته كتحبا على طول لبدا وارد مركز المشكلة دوين أي ودن كان عيلة ضحي سير لو قف عيلة استو واحد طبعا نقطة توفيق الإله بعسكر سبحانه وتعالى وإن مرتي لدداله وإله إلا طوغه وإن عروت اللو دداله وإن واجبات الشرع جاه إلا قاطه وإن أنا تقصير صمن مركز أركض أنا كإسلام أهان إسلام قوة قبا فكرة لبدا وارد هذا عروت حناني وياه إلا قاضي سلام قوم ما لنا مسألة وسقابن سد الحجر بالقصة ما يكريا ده لبده وارد قطر فيه لبا مثلا دروغ استيال هدي لبده هدي أي سن عروت حقوق وسيني عروت وإليه لكن نظام كأم بكر بدلا يسيد الله رضق مواردك أردت أمرك أن تدلنا حقيقة هذا إن شاء الله تعالى عروت أن تدلنا وسيت بكذا أن مرنا ما جريسا وحيال فرضنا ما نفتنا فوق الظن هاي أي أشرة وفهان إن نتكسر إحنا ذكرنا معكم كل يوم ما أنا كنت حيال فرض هذا عكر إنه نعيال فرض ضرب وفهان نحل بام باكجرا رد رد ما كذي هذا وفهان دب إن مارته أقول لا بنا أنا أنت أسبرت عليه جلها والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ يوسف طبعا المسألة ذو دمي لكن مركز منذ صدر سعة تام نوروي مثلا في سيسكس ولا شيء إلا روح ندوانا لمنوي كحد سيستمهان ووقعها الرهانتي كلي وحب على ربيد مضان قوانين تن ضدك مقرا محل القري انت لنك إلى نيمان هي قرتي وح مسلم يصومالي لو تلقى لنا قوانين قرم ما من للي يحدث كان هدي من يو ما أتي سجلو تجا الغوير رن عنه ما إن كان طبعا وادي كرتاس سكمل كاخل دنا لكن إن أجانو سجلو يسكت ما خلاص فرق الله من لين هدير أي تهين إن كان صح إنه صار إن كان أم نقوم كنا رنتي كيس سبريشن كلا إن كان إن كان قيب وكيه الضياعات برر قيب كتهاي قعقات قيب وكيه عيابها صدنا دطو إني ما كان سافتو بالصلاة وحب قلت بيا إن شاء الله يا قدام بي حقا سيروح أسكالك بها أسكالك هاي هذين دك دك ما عرفت إقالنا والضفة يا محمد وقت وانا مسعر السلام عليكم دمان عرفت يا نقص دواني نهدهن
هويدي هاد مركي أولاد لي هوي أماني سي أنا يقصوا دواني نودهي قركز أو هويدي زي ولا ليس أو قهري مجيرا إقرار نخذ كوي هذا مهمي ما شاء الله لكن ما لو يجي صوت تؤدي لي إن مركي يقصوا ما لو ودي يمكن قف صاحي قرار قف ودي من دراسات ودي لي مسلوبة. ولا نوصل لكن تذكر كما خبرني خب أولها الله ما لي. ما إن شاء الله حنا نفتح كيس حكومة جمعنا ويسوي لي يوم بعد ما بوسن كرا. لا يا رب الله مساس المرد علي هدي القرآن هو بريو إن شاء الله سبحانه وتعالى الله صوريان لنا إن شاء الله قف كلام بيننا إن شاء الله لك لك من بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مقعي وحليد علي. مقعي وحليد علي ياسين عبد الله وحنا تجينا في مجال يتبوري. وحنا مالين يا دكتور هاري يتبوري تود بدو يقرن يام. نسي ياسين وانا هاي مركا وحنا أرتا إن ير الله يا باي إن أرتا سوي دينه سؤاش أهيا مسؤول كه. تي عادة معناها إن هو تكلم ما قويس كا وأحس كا طبيعي يعني إن أنا أقنعه قفك مسؤول كا ويحبون الله هذا تحسوا قد بو معناها وحن سري مجرتا ميلو ضد كا والدين تا لبتوين كهاي ستو أي وقبحان أما قلوا ضد معناها عاوي سير مساجد وكلاته أقوم كفلاً ما هيستا مجرتا حفيس يكلت أو يتجان سيدادي شيء وبقعد يجلس عبد الله بالي رذا وحنا هين يوتيوب قناهله ومعلنا أرمى بوشدة عاد برتاي إسلام مركز سيتنا تلو يتصالح أنت بسيا دتك مركز أنا يسوع جاران إنتو ذا بدن ومر حيري فندال كلا دعين ووحنا كقبان كرو أنت بسكير تاي marka su'aashayda marka waxay tahay yani ma jira urur kale to iyo dad kale to anigu xisbi inay lama socdo ururna ma lihi hamigeyguna ma hayna sameysto maadaama ururadii dadkii kale to ay xogaa laga wada shakiyo soo marka waxaan jeclahay sidoo ugu clearsan inaan ku joogo soo marka su'aashaydu waa taas barakallahu fiik wa salaamaya insha Allah رغو مقرن يو حتى هوين كودا هايستا اما قابو اييسان كاقيب قادن ان كارلين تعرور تود كوا هوين كودا كالتاقي يو دي هوين تفرين وحاد مودار علميهن اني فرين مركا لباتوي كاسي تباجرا و مسؤوليات واقي سومالي مركا نتشوغني افتي باجري ادير ايدو هابريير معناها درس داد با كل عالي هالكا هالكا وحاوي ابارتمنت با كليا كو حيران درس كان مرة بختي سقو قريم بوليس كلا وعيا قري بالوجبينية. سمركا والدين تمركا أي واحد لا يان وحرجيني أقوى دل يرضى ولي واحد لا لفتو كبار عند جان. يعني هنا الخور شيء ستو أنت عرور هذا ود ولا رهينة كريسو. هذي كاتر بتان وهذي هذا جاري كرين ود مركي بعد عرتو هذي سلانتي ما راح يسلك شان. يلا لفت هذا ورير وعي. مركا حسين ما حسنت تكلا هذا معلمنا. سياسينا هذانا كوه لنا هذانا هذا كوشش يبي موضوع اللي حيره ولا بدك تاعي وانا تيم ما تيجي هلك دواتو يكيد يستعد مركز صوتوا برتكو جانب الشرعي ما كي تاعي تبع المساجد والشرعية كيف هو علينا كيف حتلا اتصال وين بيان بدك واحد بحسام كورسي كوساب مثلا انت نقول هاي قاصلو كله كوشش على بيان بنا بنا كله تشال تسليق على بيان سيلو ما بولها ما بيحسن دوران تحقيق الأسئلة ضد كمركلات
in la gaaro qofka dhibaatada haysta ee inay ogaadaan meesha ay ka heli lahaayeen xitaa caawinaad ee yani waxa jira fasiilad badan oo dad waxa jira magacyo Soomaali ururo ku furtay oo aan waxay cunayaan ha iska cunaan laakiin waxaan jeclaan lahaa inay wax runo soo hanbeeyaan oo ay maartay mujtamaaci ku soo celiyaan marka waxaas de wax la sheegsheego way wax la sheegsheegan inaan si wado ma fiicna laakiin muhiimku waxa weey ururada badan wax qabadkoodi ma aragno jazakallahu khayran taban madama rajt borina tahay shimisna adallaha sheen waxna u koobay inshaallah taaliqi sidii maay waxa si jacayl aan ila ogaado hadii jira meel kale oo dadku ay keenayaan ana markii xiray fadal kala bacdo waa too late waxa mar maxkamada wax soo xukuntay waxa maxkamada wax ka bedeli karnaa anaga shacabka بارك الله فيكم كل تبع توفيق الله بأسكال مساجد ويجران إن أيديهن فامل رديه بل أيديهن مساجد دمانتو بدلها وقتكو أم باجرة لقليان وحجرة ثروها تيس قبطان حلل الحلية ويجران إنك الصوء أود الندى أود مساجده iyoo mushkilada jirtaa ee isuma dhigmaan mushkilad way ka baxday weeyeen masajid awoodood ee waa xaqiiqad ka leeyahay masalada labaad oo shay ka muhiimka ah muhiim waa masajid awood ma laha waxay yihiin tarasi kale ah ee waxa la yiraahdo heerka iyo awoodiisa iyo waxa iskale een socialka iyo maarada maxkamadda isbaariya iyo ayas kale laga talaabo bay maarada samayn karayaan marka ay mushkilad u adkaato oo furriinka ay gaarto ee masajid uu taymaan qaramaha ee qaban karaan wasiirta khaasatan rewada iyo warfuwaya ee walaalku sida uu sheegay sax weeyaan oo rafar badan ka jira wadanka anaga hadda adigu siyaasi baa tahay naftigoodu partiyash siyaasiga arinta qayb bay ku leeyihiin haday ka qayb qaataan ee waxba bay ayna la qaban karayaan marka qarto waxa dhacda in masaajidda xuquuqda laga saaro mujtamaaca oo ilaa isku tagina loo diido reeraha Soomaalida ee masaajidda tagaan ururada aad sheegayso qaarkood projectyal ku qaataan si uga fogeyn lahaayeen reeraha in masaajidda ku xirmaan fikrado jira oo la yiraahdo masaajidku waxa weeye waa extremist waxa weeye radical ma ka jira ee ugu markay waxay u dirayaan maarta meelaha dagaalada dacaydo nooca soo raxiis ah bayna waxa uu yahay masjidku meesha ka ilaaliya fikradaha qaldan bulshada ka ilaaliya ee duayarta maarta ay siinaya ma fikrada fiican say wadanka ugu noolaan lahaayeen say nabadgelyo u nabadgelin lahaayeen siday ayaguna u nabadgelin lahaayeen bulshada uga nabadgelin lahaayeen waayaa masaajidku waxyaalaha ay bixiyaan bay ka mid tahay laakiin waxaa jira dacaayad ku saabsan arrintaasi oo loo isticmaalo dadka inay maata masaajidda ku xirmin laan masaajidda ku xirmaan diin iyo shan baa laga baqayaa dadkii laba qaybood bay da'yartii noqdeen kooxdaas maaragtay yaanka iyo gruumiyada iyo isdilka iyo ku biiray oo daraagiska isticmaalaya iyo qaar ay ku tilmaameen inay wadaado noqdeen oo wadaadadina madaxa laga yihiin oo ma karta kastarin siyaada ay noqdeen dadkii labada ma garanaysaa laakiin arrin saddexaad baa dhex jirta u fiiriya inta ka soo baxday da'yarta iyo naasiga ka dhammeeya waa inta masaajid ku jiran iyo meelaha wanaagsan ku jiran waa tira koobnay waan baarna arrintaasi inta jaamacadaha gasha maaragtay iyo naasiga si fiican u dhammeeya waxtarka wax weyn waa dadka masaajidda iyo diinta la weeyaan waqtigooda ilaashada warkoodna adeeca guryahoodana jooga kuwii kale xawayaan feemay taagan yihiin gruubyadaas kula biireen noocyaal u dhaqmaan waa arta waarki iyo duruufta haysata maarata lagaan lay waarka ba keena socdaan u fidiriya marka waxaan leenahay dadku way kala miirmayaan ama khayraadka iyo masaajida ku biirin ama banaanka ku baxaysa labaa soo qaybo badan qaybta saddex dhextaara ma jirto milyooga aan ku noolnahay iyo deegaan ku noolnahay
أي قصبة يا هذا إن الجروب كبير جدا مساجدنا ما هنمل ذاتك يعني قدي ربي راح القط قال لما يجي ده يرتنا ده وحنا لنا أرشجنا وحيتهاي إن أنسى هلن ديكو دلوا طالب إن ذات ترك لام بين أصلاستان أي سنسوتي دني وحيلا أن لا سوى سبوا يوم ذاتك ده يرتع عقل القط اللي هو يارما وحيلا أن تجد بينه لا شك فيه مسجد وماشي كإلى الله هاي فكرة ده قار قط قدر كيني كريه مش لو قط وين له وين داير لكن وطبعا أردت أسوي فهم الوايين أما نعيرك الله استعمالي ها مسلميننا وحنا أميسنا إلهي وحنا أميسنا ما أنت يا مرة تطلق الله بأن هاي ده الدين لبأن هاي الدين تنادى يطلقن كنبنا وأخلاق يوناك ويا بشر ويا أمانتوت أردت أسوي ذلك قرقوض ما إكتعلا ورغة هاي إنه دكتورنا صلاتي يلطقنا سنتيتنا أهل العبادة نغطقنا قرار آخر سيد لأن هذا كثير جلاهي أنت أسلفت كده كستريميست لفت جود انت عين لقاها لكن ابو حلال ما هي اخلاق ده ونفسن ايو على كبقتان كدرس كلا احترامه وطن كلا احترامه النبي محمد عليه الصلاه والسلام من احسن اليكم معروفا فكافئوه وطنك كسول ويي وناك كوسميي وحالته هي ما تنو ابل كنت وطنك ابل كنت ونوغ باهيان ابل كنت ابل كنت ما كبس اسمه او خطك خير كوش يكنو انا ما قرانا وناك كورنو ديته وش يكنو خيرات وغبنو ايمان كما في الاسلام فرجنا وناك ويا لا انت هو عن كهذا الناس ولو داوي لها لو داوي لها بركة أرجع سماء هم أرجع عصوب ما رح بارك الله فيك بارك الله فيك ما حسكلك بارك الله فيك أوف هري وهالله يوسف قصة الله بني بسم الله السلام عليك مركزي مو هو يضيع هو يولي بدنا المدينة كل كيسة كان عرارة يوم ما تدرس تجلس بدوريسة كان صبنا يلا بدوريسة كان سلعتنا يلا بدوريسة كان عندنا طبعة عيسى طبعة يمين يلا يمين ما هي سهلة نودوي يقولي ما هي بابا سوق محاصة مية وحعبنا يلا بدوريسة وهو يضيع محمد وداد ورق
بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحقا دمر كاسو جداك وقدر كاسو اللاضي بارك وذا درق أمور نقضي رالي نقع هذا هل كاسو كاسو كبير قبيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وذا تكون كاسو الرقية هاي هذا نوع عادل ويا وينو الرقية دمر كا عدالة سمية إلهي وحوري فعدل عدالة سمية labada qofoodi qofka qaaliga ah ama qofka wadaadka ah ma yaqaan jinsi ma yaqaan rag ma yaqaan dumar ma yaqaan qof weyn ma garanayo qof dhow iyo qof midna ma yaqaan wuxuu waxaanayaa qaal allah wa qaal rasuuluhu ilaahay wuxuu yiri rasuulkuna wuxuu yiri way marka mabda muslimin oo nidaam ayaa jira wa midan ka hadlaynay oo waaridka aan caanin ragga in badan baan caanin فقيادنا ذو حرية وهو يلا هذا شو خير عاسي أرقنا سبب كريه وحرية بعنا ناس الأوجين أريد هرقوها بعنا أنا وروح ما استهين اللي نحب كرر دينه رجل ما دام حوجي فكس لتهين حوجي سبي عقد تشوف تنرين أقنين ما أنت يلا بنصو والله يحضرون كان صو والله ما أنت وأنا أرد ليس كفهم كرايو لأنه وارد ورقو وقوامين تويا أي كل اللي سوكا الرجال قوامون قائمون مع قوام ركوا أيجا أيه قامين يقول هو يقول لك سؤال ويدنا قوام ركوا وش بس هو هي سيدي وسؤال لفت جيت سؤال وين وبا هدي قوام ماذا ركوا لو قبضه بدو هذا أتركي سين طيب وين بقى تلا رون تبقى لي هذا لأنه هو على الدرج فرب ضياه ما عندي تجربة ما هي وكرنت لموذا كريم قارئ هذه الناس كسب صوت كحين تيسا وقوار رغم نيا لما قف والله بدر ولا منع ويتيسا مشكلة وضدك دوب لكن حق لفت جود ومشكلة لما ركوا أي كان صار لنا لما تير بقرآن كتب أيوة ما ركوا استعجية يهجان كودا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا لما تير بقى لغادي هرتكو إلهي بابو أبو رجل أهان إيو أبو دهان رجل هجان كو أبو يمين ثانيا أيها أيابيل كإراشي كرير كأيها أيابينا لوغو تلقى النهر كان أيها بحية مصروف كان أيها بحية مرشلنا أيها لغلية هاي والذي يدفع هو الذي يحكم قانون كأدوك عقوق وران قفك بحية وحكم لكن رجل هدين مرشلي يمرسوك يحوليه بحيوة أيان أيها لفتقو دو مسؤولات دي ماشاش كوية ولا شو حكى هذا شنو وكملتها وحلايا هاي شو جينو مشكلة يا شو كوريجي رك يضمر كتع كتع هي الكوريجي يعني أنا مسكون قارن رك يضمر كي مشكلة لقدر حابوري رك رك يا كيري رك يا طلعي ضمر أنا هاي مرت هدات مرك سب رمضان ضمر وادي كات على يقرر نسا رك هذا كلام سو هوس قارن وأكو وادي كلام يا مرك مشكلة دو رك مال لجنة هني بنانك مرت ضمر هوا هوية يطمر كسرنا من بعد رأي ما كرنا لما ما كنا مشكلة لقى أبو روما هلا كمل كلامك كريم يوحي حبون إلا أبارح عدة عنان تلقنا عنه وأنا عارينا ركع أيام الشيخ محمد السوري ركع كبرا كبرا صارينا وحويا آخر كأديك ما شاف كفري أديك كاني أما والدين بدن مركي أركان والدين هاي ستة سجيد عرور تضلع عرور طوان عرور ووالدين تقصد وحي أركان يقو عن قارين إن عرور تأيسام أيغان عرور تميشي مرين لبات دلق المرين لبك المرين إن ستح عرور أم بلبع عرور أفر عرور يسان كفر مركي كالديني أهان
والدين تاس أو كأنك جال ما بنان تاني أفرار عروت أمبا عروت ترى داس كهون إنك وإكاد إلقو أمودني وحبذا من الكلام سلام عليكم فمن ثاني سؤال سويدي أبو طلحة تحديد النسل أنا فمن ثاني بدرت مثلا وقت دير وفاهم وحن هذا توجينا يا مركل وضح الله وقلب الوحي كتير بناك الله صورني قو أيه هرت داود تفعل مركل في عمتها يا مريل يا طبعا من يا طبعا قبل هذا مجال دجن أنت تدوم على المجال ولا حريو إلى سيف يا عمان نقاش ولا يا بني داود ولا معان لهي تحديد نص إن يعني نشر الله يريو لنا عمرك الله يفيريو ومسألو لبضان غربية أفكارتو لي علمانية أيتهاي شريعة لأنه إن إلمها لبضيو وهذا هو أصل قوى نوع إنت عمرك أن الله تأصيليو إسكسوه الشيدة ظروف تحت بجرتا إلا قدريو وضرورة تقدر بقدرها ظروف تجرتا أيضا لفت دي تقيب كمذوي أيضا لنعين المكن للأرض بضيو هذه الظروف تقيتها إلا بددك الوحو بضينا إيسو ومعنى لذهب توحي لقرن إيسو بحياة أن أود تربية هذا المهين وحرق بها تعق ومشى بنو إلا لبضنا إيسو محمد سلاح عام وضدك الوضع فضوان كرماها لكن لبضنا معينا إيسو فقال وإنتنا أن كرصنو أنا أقول إمام بضنا ندرر من الظروف تقولون هلك المرسة الله قدر دونك واحد لا تأمر بإذن الله لكن تبقى الله يا واد الصومالي دوي ربو سواش سويدينا يو سواش سواك طالما يسوعوي ربو أنت موغانيا سلامتا ندي صدح ورشو انت مكوك عندنا ماما الصومالي حكوشرا انت اي حاجي كوشرا هاي المحي ها قبرك انت كوشرا ما حدا صار المحي تبتحت سنادين يردوك يا كميدا سلامتي لفت هذا مقدش أرتاس وهذه منك يوحي صرب ويسكفر بذيين صدق هذا مركي دشو أربي سلادة بري منك اليواني الصومالية ذا ميشن ظروف تيلا حدو سمر وصل إنتا كل الكريم ميان كالي تبتو ويلمضى دقورا لنتونو ووضاك يتوكرعو وصفر الدعديو رالي أركا ملوية هرد يضمرو رقم كأن إنها مأرتها سؤالي إنسان وبجوابه معنى دماغ من فرنسا أنا جاي لما نقندونتو هل الدلالو بدل هذا صدق رشوا يا هذا طمن رشوا هل بمسؤولية هذه أخو شوعي أو أخو جوعي أو النقل كصدق علي غير مسؤول من نقرا كطمن كلاينا مسؤول لمن سفر صلاة أيون نقرا ركاها الله لأيه وحلقها هي مسؤولية عدد كعرورة معها والله أعلم.